السوس هاك تعرفي خليك على حتى تعرفي هاك تعرفي هاك تعرفي ريدي خليك حتى وينات حاطه انا طايحه هاك كاينه عمرها عمرها قولي 40 ولا 60 عزباء راهي هي عزباء وحده عزباء السوس اخته وقت مش ما جاتش اخته فوق ال فوق ال 50 تلقى حدا 50 وهذه في ال 40 ما عندهمش حتى مورد رزق ما يعيش نحبوا منطقتنا يا مدام نحبوا منطقتنا اللي حي نحبوا عندنا المستوصف ونحبوا المدرسه ونحبوا المي الاكثريه المي نحبوا تلامذتنا على الاقل هالشيء اللي هذا حتى نحبوه يحبوا عندنا المي خزان عليه الاكثريه المي رانا احنا نمشوا نردوا على البهايم مكررين هالشيء ها ترى شو عليه المدرسه انا كل مدرسه برا ان شاء الله يا رب ان شاء الله تحيا تونس تحيا تونس تحيا تونس راي تونس يا مدام تونس مرشو قريتيها يا مدام هذه راي الثورة المكتب نتاع ثورة 14 جانفي احنا بدينا في 14 جانفي لازم يكملوا لنا ايوا عاهدونا وسيد الوالي والمنشطة المعنية يعاونونا يعاونونا ثلاثة اقسام ثلاثة اقسام عندنا برشا جيل طالع تويكا جديد على الاقل هذا ما جدد هذا ما يقروا لنا نيب حذان نطمنوا عليه معناها لهنا شكون متبرع بناء جامع مستوصف المدرسة تربية هيبة أرض وفلوس وكل شيء معناها يعاوننا هو بالتراخيص ممكنة وبالتسهيلات معناها الإدارية اللي يعرفها هو بالذات باش تنجح الدنيا ونحن ننجحوا ونعملوا مستقبل رواحنا على الأقل واحد يولي فينا معلم عاش ناجب رئيس دولة يولي معلم ولا حتى فرملي يضرب يعرف يضرب زريقة للعباد هذوما فهمتني لنحن مستوصف معناها في شلاب يحل ثلاثة سوايع في الجمعة معناها يخدم نهار علاش ما يكون ثلاثة سوايع وتخدم فيها فرملية معناها راسها صحيح على كيفها تجي وتروح على كيفها فهمت كيفاش معناها نحن في حالة معناها سلبية غير عادية ماذا بينا السيد الوالي يسهل لنا المأمورية ويطلع ويجي على عين المكان راك انت توا جيت المعنى العباد شوية معناها شجر العباد قاعدة معناها بعيدة بلاصة شوية كان جاو في بالها 100% صدقني ما تلقي فايلق غير عادي أما أنا حبيت نختصر معناها أربعة خمسة من الناس كما قلتوا له أنتم في الإذاعة باش تمشي البرنامج نتاعك المريكل فهمتني ماذا بك أنا ينجحنا هو ربي معاه فهمت كيفاش ثم اتصلتوا به توا الوالي في الفترة هذه ولا ما اتصلنا مكتوب بعثنا له أوراق معناها كالليجان وكذا باش يجي يشوفنا ويرقل لنا أمور الوالي تبدل الأولاني وزاد تبدل واحد آخر معناها داخلة في حيط هي الأمور ماهيش مريكلة فهمت ما لقينا مع شكون الإطار الصحيح اللي فهمنا حياتنا صوت الاشراف تجي تشوف الماء حتى من الجلده نتاعو الواحد اسمعني سامحني من شرب الماء المالح الماء البايت في البدن الجلده نتاعو الواحد ولا كينو كاوتشو معناها حتى البدن نتاعو مريض واحد مريض بكلاوي واحد مريض بالسكر واحد فهمتي ولا يموت في الثرى الثنيه الماء صرح للشراب الامن عندنا السرقه برشا فهمتني عندنا الامن عندنا الامن راهي البلاصه هذه ما ثماش امن البارح سرقت اللي هذا عنده معزه ولا ناجه يا سباه فهمتي ولا يهز والو اللي عنده ناجه مش على سباه فهمتني الامن ما فماش مثال ماذا بينا الناس الكل نراو بعضنا من غير اعتصامات من غير فوضى من غير حتى شيء معنا بسهولة طيبة يحب الخير للبلاد يا فهمتني هسه تعاود هسه شمعري اللي يقول هات لي ساتر رمي جبالك ب 20 ب 30 شناك انت سيتي رمي من غد مشوا عليه ب 30 وب 20 خالص ولا ما تشربش وهذا يخصوص يا هذه امي ولا امي رجيله توجعتها مكسور امي رجيله توجعتها والله ما حطيتها وام زفعتها خليت اكثر بخلايقهم ويتام والله يا بابا يميل والله يا بابا يميل هاك داري فيك هذه ما عندها حتى حد والله لا عندي حتى حد والله علاش 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 ما تاخذ مثال شيخوخ والله هاي كيما هاي الوحده نتاعها علاش ما نكسب والله لا نكسب حد الصغيرات زاد الصغيرات بجرب علاش الكار زاد ما
ما يجيبوهاش، ما يعطوناش كي رانا نضيف. ولا كون جماعة الريف نزلوهم كيما يجيب على روحهم. نهيرين نهيرين الكونفايور نتاع الكار ضربه بكف، والله ضربه بكف، قال له ما تركبش بالسيف ولدي. ما لابالمون هيرين فاتت شبيه، ما ثمش خير في الدنيا، ما ثماش، ما نرحموش بعضنا نهار نهارين عليه، ضربه بكف وهبطوا من الكار. وهبط هذا مكان وكان غدوه ما تخلصهاش باباه ما عندهش. سبحان الله ما تصبرش عليه حتى جمعه، والله نوصل نسله في البورس لابالمون نتاع الكار، نوصل نسله يخدم بين الليل والنهار باين. جاه ربي جاه ربي بتاع 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 السوري تراس، جاه ربي جاه ربي شركة مكتب، جاه ربي نعاودها لك المرة المليون، والله نعاودها لك المرة المليون. نسمى هذا يكون نهل راهو من الأطرف للأطرف تقريبا خمسة ولا ستة كيلومتر على المربع البعيد عليك، ممكن راهو نسيبك يعني، هذا ما يسماش قريب لك نسيبك. نطلب منك يرحم والديك، خاصة نحكي مش نحكي معناتها على روحي، يجي 50 دار، يجي 500 دار ولا 600 دار، والله البيس نظيفة، البيس نظيفة تتعدى لنا من هالكار. عليه منطقة، والله منطقة من ربيع سيد عساكر، لا ما حشيش بكيس يعطيني الكار تدخل للصغيرات من سيد عساكر، من سيد عساكر تخش للأولاد بوشنانة اثنين نظيفة كل شيء. يا حنا مستعدين، مستعدين كل شهر ننظفوها، مستعدين احنا كمواطنين كل شهر ننظفوها. والله تقريبا دورة العشرين وثلاثين تلميذ، دورة العشرين وثلاثين تلميذ، تصوري من خمسة بتاع الصباح يخرج ستة كيلومتر على رجلين. نأكد لك بجاه ربي، خاصة النقطة شوفي حاكم السيداني كيف العزيز اصبرني يا مدام، هذه تاري فيه ما حبش يتكلم حلاي بياري بجار بي كربت كل شوي ويلمت في خمسة. هاي مكيس والله العظيم في وجه سيدا في وجه لفتيل هاول ياري كربت كل شوي مكيس تينت تشير أرض موجودة زي الشتات مسكين. يا فتى معي بس كده العشود. يا حالة تفضل يا حاجة. أنا بيتي ما عنده تو ثمانية سنين هنا في الدار ملوح، ها لا مسكن لا عيشة لا ما لا كسوة. عليه عليه وين عندكم أولاد ولا لا يا حاجة؟ ها عندكم أولاد ولا؟ أولاد ما عارفينكم. أولادي منهم هذا شايب هنا عائلة. ما عندناش خلاص. تحبوا امشي شوفوا بعينيكم، امشي شوفوا. حيارة ومش كل حد واحدة حيارة. واحد ميت بالحيارة. ميت هو حي. ميت إنسان عايش في فرش ميت حي. نحبوا النداء هذا يوصل. نحبوا احنا التنفيذ راس تطبيق. ولو انك تمشي على عين المكان تدخل الديار. اي امشي يا مي يا مي خلي واحدة خلي واحدة. لا بنتي صوراها وصليها نحبها توصل للوالي. معناها هذه بطلت من سنة ثانية بنتي. سنة ثانية بطلت في الدار. شدتها في الدار. شو باش نعمل لها انا هذه تو؟ باش نبعثها لصفاقس ما نطمنش يا بنتي بصفاقس. شكون من مش تصور امي؟ تعاون الاطفال وين تلعب؟ الله غالب. كل مره تجي كلمه ثم اختطاف الذر، ثم اختطاف الذر. شديد بنتي عندي كل مره تدخلي في الكياس. لا معلمه زاده. تجيني بنتي يا ماما تقول لي راجل نسيت تقول لي برا الشعوب عاد تغسل معاون ومعاون. هذا ولدي هذا كان مسؤول يا رب اللي اقسم بدين الله يا اختي رانا كما يقولوا فان نجبدوا من اللحم. والله في بالنا مش يصير في شعلب. تعاركوا عليه جماعة الجامعة في عهد النظام البايد، تعاركوا عليه. هذاك يقول لا يصير في شعلب، هذاك يقول لا يصير في العشاش، هذاك يقول لا يصير في الإيمان، هذاك تعاركوا عليه. ولو حاولوه غادي كاش تفهمي فيا ولا يحاولوه يخلوه في منزل شاكر باش يزيد يثقلوا على المواطنين. باقي لو كان صار لهنا في شعلاب الشيخ رانا في رحمه، رانا في رحمه. لا ولا المعهد الثانوي الجديد هذاي ثم معهد ثانوي، ثم معلومه قالوا باش يعملوا معهد ثانوي جديد يحبوا يعملوه في بلايص اخرى، وهو من المفروض يصير لهنا في الاخرى. فهمتيني ولا بجاه ربي يديك ماذا بينا تحاول تتطور شوي تخدم منها هالبنايات هذا قبل 100 طفله. رانا هنا اي حاجه تفضل. هاي قال انت
ولا الشعب واش ربي يحياه قلنا عليه سيد وابي لا 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 بلا لا 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 ما عندناش خدمة رانا الناس ميتة والله بنياتنا نقول يخدم نقول لك وإحنا يقول لك وعندي شاي بلا حتى شيء عمل يشبح كما لا يخرج 15 كيلومتر باش يعبي المزبوط وكان كيوسك هنا حكم عليه رشيد السلامي سير رشيد السلامي يا ضايب بعث لي سكر الكيوسك وحكم حتى على واحد آخر باش يعمل كيوسك البلاصة هذه وياخذوا في المنظومة انا ولات العباد تلاجع لكن المنظومة نتاع الجزائر ضربوا اثنين وتحت منهم كرفة حكم المنظومة نتاع الجزائر معناها يجيب فيه العباد في البادن ويصير فيها كبلاستيك وكل واحد معناها الميكانيك نتاعهم يعدل وكان يوم معناها يوافقوا ثم عباد عندها للناس لاباس عليها معناها عندها الاموال نتاعها تحب تعمل كيوسك هذه الحالة العباد ما تمشيش تصلح ما تمشيش تصلح في العجلة نتاع ريتي ولا ريتي هذيك عجلة كرفة هذاك خرج على بعد منها 10 كيلومتر منها من البلاصه اللي كنا فيها ما ديك فين بين صبيح هذه مطالب ولهني الاكثريه تاع السيدي المختاري فيه الاكثريه الصاعقه نتاع حق ربي يعطينا من عطاه من تاع رجال اعمال نتاع الشخصيه واش قال لا شيرة ما عندها بالنسبه لكل الشكون نتاع الشخصيه ولا ذيحه ولا ذي دوليه هني الاراضي الدوليه تعد تعرف اذا من 120 الف زيتون الاراضي الدوليه استناني بجربي لحظه مشكله هني اللي هي البطار مبنيين على صفاقس يعني الريف تاع صخص بصفه عامه مبنيه على صخص صفاقس نباس وصفاقس نباس ليش نقول لك على حاجه ليس جدا ثم هنشير ديواني عند 37 الف زيتونه في العقاير وتحبي تتفضلي تمشي نهز لك لله نهز لك لله 37 الف زيتونه مثلا ما زيتونه مش واكلها السعي معناها العباد ميتة بالشر والزيتون واكل الغلم وناس غير عليه معناها في حجر في غلم في ما مخليه فيه شيء ليس زيتون الواحد عنده أجر فيها قدام ربي اسم زيتونة السالف بتاع زيتونة من الوطن ما قاش فيه حتى زيتون وكان ده هذا تمشي تتفرج عليه وتتدريك من الحالة اللي سايرة فيه شير الدول شفتي تبع المركبه نتاع مزوي المستوصف ها وينو المستوصف شفتيه ها بري اللي تعطي لي مسكر ريري ريري هذه المقطه هذه اللي قطوه كسب مسكر هذه والله الاكثريه ولد عمي لهني غير ربي ربي افهمني ربي هو ساس وربي ان شاء الله يقدر الخير امين